يقول: ما حكم إمامة الفاسق في الصلاة الذي عنده كبائر؟ ما حكم إمامة الفاسق في الصلاة والذي عنده كبائر؟ ما يتخذ إمام ولا يقدم للصلاة، لكن لو جيت والناس يصلون خلف إمام عنده يعني معاصي فصل معهم ولا تترك صلاة الجماعة، صل معهم ولا تترك صلاة الجماعة. أما أنه يتخذ إمام أو يقدم اختار فلا يجوز هذا. نعم.